مساء الفل واهلا بحضراتكم بعد اجازه العيد. كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم جميعا ان شاء الله. والله حصلت في العيد دايما كده تلاقي في الاعياد وحاجات مشاكل كده، بس العيد ده كانت مشاكل عجيبه قوي، كانت مشاكل فيها سكاكين ودم وقتل وبتاع. زمان قوي لما كنا بدانا يعني كان في سنه في التسعينات كده، كانت طلعت موضه قتل الازواج والزوجات ويحطوهم في اكياس بلاستيك كده ويرموهم في الشارع وحاجات زي كده. يعني هي طبعا بالنسبه لعدد سكاننا اللي حصل دوت حادثه 2 3 4 5 ما يعملوش نسبه يعني، وبالتالي ما يعملوش ظاهره. بس شوفوا قد ايه الناس بتجيلها حالات نوع من انواع الجنون. الست ضربته بالسكينه وهو ضرب بالسكينه وحاجات عجيبه جدا. عشان احنا نتعلم انه العصبيه ما بتجيبش نتيجه، بتجيب مصيبه احيانا. فيعني الدرس المستفاد من اللي حصل ده كله ان الواحد يعمل زي ما عمنا اسماعيل ياسين قال، لما الواحد يتعصب يعمل كده، يعني يقوم يهدى شويه، اهدى شويه، لانه الحكايه يعني بتبقى صعبه جدا. طيب الاول نقدم كل التهنئه لفريق كره اليد المصري، وهو يعني انجازات كره اليد المصريه انجازات كبيره وقديمه، والفريق ده ليه وضع عالمي. طبعا هو مش الفريق ده اللي قبله واللي قبله، اللعيبه بيتغيروا، بس بقالنا سنين كره اليد في حاله في منتهى الجمال. واعتقد ان اتحاد كره اليد عامل مجهود كويس لانه محافظ على مستوى الفريق. تعرف في احيانا فرق الرياضيات تبص تلاقي في فريق كده طلع فيه ابطال، وبعدين بعد ما الابطال دول يكبروا ويبطلوا لعب تبص تلاقي الفريق نزل تاني. لكن كره اليد محافظة على مستواها بشكل كويس جدا من زمان، او من ايام فاكرين وردة ده اول من اشتهروا في كرة اليد وحاجات زي كده، وعملوا كرة اليد انجازات كبيرة جدا. كونهم كسبوا السويد والسويد الثاني على العالم، ده خبر رائع، يعني خبر رائع، وان شاء الله يحققوا بطولات اكتر واكتر واكتر. الواحد لما بيشوف الشباب المصري موجود بيعز عليه ايه؟ ان هو كويس ومستعد بس فيش امكانيات. لما بيجيله الامكانيات بيعمل حاجات حلوه جدا. يعني لما بتبقى فيه امكانيات بيبقى الشاب مستعد او الشابه مستعد جدا، مستعد لعمل اي حاجه. يعني ما دام في نظير للجهد ده، ما دام في حد مهتم بالموهبه دي، ودي حاجات محتاجه حاجات كتير جدا جدا يعني. لكن الواحد بيسعد. وبتوع التايكوندو وبتوع نادي الصيد عملوا حاجه برضه عظيمه جدا، جابوا ميداليات وظهورهم في التلفزيون، سمعت قصص وقصص. يعني دول ابطال ومحتاجين دعم ومحتاجين طول الوقت فلوس يتصرفوا عليهم. البطولات دي مش بتتعمل مش بس يبقى بطل كده وخلاص، لا ده بيحتاج كميه انفاق كبيره جدا عشان نقدر نجيب الابطال دول ويعملوا لنا سمعه طيبه. هو بس انت مستك انك انت ترفع العلم لما تاخد برونزيه او فضيه او ذهبيه؟ لا، انك بتدي امل لكل شاب انه ممكن يحقق حاجة. الانسان من غير ما يحقق حاجة بيبقى ايه يعني؟ يبقى يتسميه ايه؟ ففي ناس عندهم مواهب كتيرة جدا، فالاولاد دول الشباب دول اللي بيطلعوا سواء في كرة اليد او في التايكوندو او في اي حاجة تانية بيدوا امل للشباب الصغيرين انه ممكن واحد منهم سباح، واحد منهم يبقى لاعب كرة يد، واحد منهم يبقى لاعب سلة، واحد منهم يبقى لاعب كرة قدم. ودي بتدي الامل لولاه عليا كنت في حبك ضحية. فلازم الشباب عندهم الامل ده طول الوقت، والامل ده ياخدوه من اللعيبه اللي بيحققوا بطولات على مستوى العالم.